بتتواصل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بجمهورية مصر العربية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي. بتتواصل فعاليات النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي بتقام تحت عنوان معا لتعافي مستدام. ده للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول العربية. إذن لتفاصيل أكتر بينضم لنا زميلنا فريد إدوار من مقر الأمانة العامة للجامعة العربية، نعرف منه مزيد من التفاصيل. بصبح عليك يا فريد، وياريت تحطنا في التفاصيل، وطبعا إن كانت الصورة اكتملت لديك ولا لا. صباح الفل يا هشام، وصباح الفل على كل مشاهدي ام بي سي مصر في كل مكان. انا كنت مبسوط وانا يعني بشوف وبسمع معاك التقارير. حلقه كان ليك مشاركه حلوه طبعا، يوم حلو ومبهج على الكل، وعيد حب جميل على الناس كلها يا هشام. انا فعلا موجود، يعني احنا في فعاليات اليوم الثاني من النسخه الرابعه من الاسبوع العربي للتنميه المستدامه، واللي بيقام من 13 ل 15 فبراير 2022 تحت رعاية رئيس الجمهورية. بتعمله الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الدولية. يعني سريعا أحطك في صورة اليوم الأول للفعاليات. كان في ثلاث جلسات رئيسية. الجلسة الافتتاحية اتكلم فيها معالي الأمين العام السيد أحمد أبو الغيط حوالين أهمية التنمية المستدامة في المنطقة العربية وأهمية دعم قضايا الوطن العربي وتأثيرات جائحة كورونا على الدول من الناحية الاقتصادية، وتحديدا نركز على التأثير اللي حصل للسودان وتونس ولبنان. كمان اتكلم عن أهمية يعني قضية التمويل، وقال إن يعني بدون تمويل لن تكون هناك تنمية حقيقية، وناشد الجهات الدولية لدعم المخصصات المالية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030. واتكلم كمان عن الخسائر اللي حصلت بسبب التغير المناخي والأمن الغذائي والشح المائي، واتكلم عن أهمية يعني استئناف مسيرة التنمية المستدامة في المنطقة، ودعا أن يكون الأسبوع العربي للتنمية المستدامة فرصة لإطلاق مشاريع أكثر كل سنة مرتبطة بأهداف التنمية المستدامة كل سنة. دي كانت أول جلسة. تاني جلسة كانت بتتكلم عن تمويل التنمية المستدامة في مصر، وفي تقرير اتعمل، هو أول تقرير من نوعه يا هشام، حوالين قضية تمويل التنمية المستدامة في مصر. أشرف عليه دكتور محمود محي الدين، واتكلم حوالين كل الجوانب المرتبطة بالموضوع وليها علاقة بأهداف التنمية المستدامة. كان في بعدها جلسة قصيرة حوالين يعني خبرات موجزة حوالين تمويل التنمية المستدامة في مصر. بعد كده كانت الجلسة الثالثة في اليوم الأول بتتكلم عن إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة، وهو موضوع ذو أولوية. ويمكن كان أفتكر أن النسخة الأولى من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في 2017 اتكلمت في نفس القضية، وكان عندها توصية أن بعد شوية وقت يكون عندنا شبكة عربية حوالين العلوم والتكنولوجيا، وده حصل فعلا. امبارح تم إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا. يمكن من نص ساعة أو ساعة لربع بدأت فعاليات اليوم الثاني من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة في نسخته الرابعة. افتتحته النهاردة جلسة اتكلمت فيها دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع عدد من التجارب الشبابية من الوطن العربي، شباب عندهم أفكار لها علاقة بالتنمية ومشروعات قائمة. ويمكن دي الجلسة اللي موجودة حاليا واللي ما زالت تتكلم فيها دكتورة هالة السعيد. بعد كده بعد شوية عندنا جلسة حوالين الاستدامة، حوالين فكرة التنمية المستدامة والاستدامة، الاستدامة في الوطن العربي أو التجربة العربية في الاستدامة. هيتكلم فيها عندنا كلمة لمؤسسة الوليد بن طلال الخيرية والبنك الإسلامي وعدد من الجهات، ومعا من أجل حياة أفضل، وعدد من الجهات الشريكة في نفس الموضوع. بعدها بشوية عندنا جلسة حوالين الماء، حوالين قضية المياه، وهيتكلم فيها دكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري عن طبعا قضية المية والندرة المائية الموجودة في الوطن العربي. بعدها بشوية هيكون في جلسة عن الحوكمة من أجل التنمية المستدامة والتجربة المصرية، اللي هتكلم فيها دكتورة هالة السعيد
بشكل معمق عن اللي بتعمله مصر في الفترة الحالية من أجل التنمية مستدامة حقيقية. ده بشكل عام هشام يعني أبرز ملامح اليوم الأول وأبرز ملامح اليوم الثاني اللي احنا موجودين فيه من النسخة الرابعة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة. أنا بشكرك يا فريد، شكرا جزيلا على المعرفة.